خلينا نروح بقى كده لشوية فيديوهات جميلة انت كنت عاملاها. عن كان في فيديو عن ايه؟ عن الحسد. مثلا ده طلع ترند من غير ما اقصد يعني. طيب ما ده برضو ما دام طلع ترند وصل لنا مثلا. ايه اللي خلاك تعملي الفيديو ده؟ يعني كلميني كده على الفكرة جاتلك ازاي. هو فكرة الحسد، احنا شعب عموما بيخاف من الحسد. ده يعني عموما عندنا الحته دي، واي حاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر خمسه وخميسه مش عارفه ايه. فابتديت انه كل حاجه لما اجي انزل حاجه الاقي مامتي بتقول لي ما تقعديش تنزلي، مش كل ما تاكلي لقمه تصوريها لا تسري ولا تمري في وشك، مش عارفه هتسمم بدنك بالظبط كده. بصي وشك عم وتصوري الاكل اللي بتعمليه، والناس بتشايفاكي وانت بتغني في العربيه فاكرين ان حياتك كده سعيده ايه. فاول ما يحصل اي حاجه تلاقي ان انت ربطتيها على طول ما اتحسدتي. صلي على النبي يا قلبي ستك، اما تبقى حاجه غاليه عليكي قوي يما خافي عليها من عيون الناس، دعنيهم يا حسد يا فسد، والعين ما بتصيبش الا الغالي، وخليهم يقولوا عليكي دي خبيثه وبتدار، احسن ما تولولي وتقولي يا مرار. ومش كل حاجه تجري تنشريها يا حبيبتي، ويا منيازي صح نيازي، ده انا جوزي جات له الترقيه وقبضت الجمعيه ورحت الحته الفلانيه. لا لا يا عينيا، اللي في ايدك هين وعادي عند غيرك نن وكحل العين، ما انت فاتحه لي على البحر اللي حاطه باب ولا شيش، اللي يسالك عندك قولي له لا ما عنديش، وخافي من اللي عينيهم مقوره ومدوره يكون حالك ماشي تقولي الله وانا ايه اللي بيجيبني لورا، ده انا كنت واقفه سقصلي ما اديكي قاعده متكعوره. الناس عينيها فلقت الحجر، دول حسدوا الغجر على في الشجر، واللي مش فاهمه تسالني اقولها بعدين. فهمتي يا قلبي ستك؟ الفيديو بتاع الحسد هي كانت تيتا بطة، مش انا دي شخصيه انا بعملها، دي انا لسه جايه لتيتا بطة.